الله الرحمن الرحيم. فالنهاردة هنقول ملخص كتاب كنت رئيسا لمصر، كتبه محمد نجيب، اسمه بالكامل محمد نجيب يوسف قطب القشتاني. محمد نجيب كان أول رئيس لمصر فعلا من نوفمبر 52 إلى سنة 54، وكتب مذكراته في كتاب سماه كنت رئيسا لمصر. بس الحقيقة الكتاب مش بس عن فترة رئاسة مصر، هي بيتكلم في الأول برضو عن نشأته، وبيدينا هو أوتوبايوجرافي يعني بيتكلم عن قصة حياته، بعدين بيوصل لفترة رئاسته، وبعدين بيتكلم شوية عن مصر فيما بعد ثورة 52. طيب، ففي بداية الكتاب، هو محمد نجيب اتولد سنة 1901، أمه باباه مصري، هو اتولد في السودان لأب مصري ولأم مصرية الأصول سودانية المنشأ. يعني في ناس كتير بتقول إن أمه السودانية، هو الحقيقة أمه مصرية، بس يعني أهلها كانوا في السودان من زمان قوي، بيتولدت وتربت في السودان. مامته وباباه الاثنين مصريين. باباه كان عقيد في الجيش، ليها اسم أميرة لاي، أميرة منطقة كده أميرة لاي. وهو من صغره يعني في السودان، هو نفسه يدخل المدرسة الحربية ويبقى ضابط ميكور زي ماما، فده أثر في طفولته. دخل في السودان مدرسة، هو في الجزء الأولاني وهو في سنين الدراسة يعني بيحاول يبرز جزء معين من شخصيته، اللي هو كان متأثر جدا بشخصية الزعيم السياسي المعروف مصطفى كامل، وكان متأثر بالثورة العربية، كان متأثر بأحمد عرابي. فحاول في الجزء الأول من الكتاب يبرز مواقف معينة تعرض ليها في سنين الدراسة يعني، بتبين الجزء ده من شخصيته، اللي هو كان معترض جدا على التدخل البريطاني في شؤون مصر، معترض على الاحتلال البريطاني، نفسه مصر تبقى دولة مستقلة، نفسه، معترض على الفساد، معترض على حاجات كتير. فتعرض لمواقف وهو صغير في المدرسة مثلا، اتجلد فيها، اتحكم عليه بالجلد 10 جلدات 3 مرات، وبيدخل في تفاصيلها بقى وبيقول انا وقفت في وش الجنرال البريطاني وقلت له مش عارفه ايه. يعني مثلا كان في امتحان فقره املاء فيها جملة مصر يحكمها البريطانيون، فهو وقف واعترض وقال لا يا سيدي، مصر تحتلها بريطانيا فقط لكنها مستقلة داخليا وتابعة لتركيا. اتحكم عليه بالجلد 10 جلدات. وهكذا يعني في قصص كتير في سنين الدراسة، لأنه كان بيدرس مدرسة اسمها غوردون، هي يعني في كيتس غوردون، كانت بإشراف بريطاني كامل، كانت مدرسة أصلا يسمح فيها بدخول السودانيين فقط، ما كانش مسموح بدخول المصريين، ولكن لأن والده كان بيشتغل وقتها مأمور في منطقة اسمها وادي الحلفة أعتقد، فكان يعتبر من الإكسبشنز لأن والده كان بيشتغل تبع الحكومة السودانية. فدي نشأته. تخرج ودخل معهد درس فيه، كان معهد مقسم إلى دراسة يا إما مهندسين يا إما معلمين يا إما قضاء. دخل الديفيجن بتاع المعلمين، كان نفسه يدخل يبقى مهندس بس رفضوا الابلكيشن بتاعته يعني، وهو بيقول عشان هو كان مصري، ظاهر كان في اختلاف في المعنى يعني بين السودانيين والمصريين، واتقبل بس في المعلمين. وكان معهد اعتقد 2 أو 3 سنين بيتخرج منه اشتغل موظف معلم. فاشتغل في الاول كان موظف، كان حياة موظف عادية، ما كانش لسه دخل مدرسة حربية أو حاجة، بس ما اقتنعش بالحياة دي وقال انا لازم اقدم على المدرسة الحربية ولازم ابقى ضابط. وراح قدم على المدرسة الحربية، وكان في مشكلة في محمد نجيب ان هو كان اقصر من الطول المطلوب بمقدار سنتي واحد، وقال مش مشكلة انا هحاول وهقدم وانا عارف ان ممكن يفضلني بسبب قصري، بس برضه هقدم. وفي الاخر جات له، بيقول واحد من الضباط اول ما شافه قال له انت بتعمل ايه هنا، انت قزعه انت قصير قوي على انك تيجي المدرسة الحربية. قال له انا صغير في السن وامامي فرصة للنمو، وانا بابايا وهو في سني كان نفس طولي، وبعد كده لما كبر فرد. فأقنعهم بقوة المنطق والحجة إن هم يقبلوه، وعرف يدخل المدرسة الحربية وتقدم فيها بسرعة وتخرج منها، ودخل في كتيبة المشاة رقم 17. ليه مهم نعرف إنها رقم 17؟ مش عارفة، أنا بس شفت الرقم قدامي فقلت أقوله. فدخل في كتيبة 17، كانت الخرطوم، راح الخرطوم، بدأ فيها بيوصف يعني المرحلة دي بأنها أول حياته العملية كضابط في الجيش المصري، كانت في الخرطوم في السودان. وأول تاسكس يعني أول وظائف كان مكلف بأن هو يعملها كان ليها علاقة بمد تقوية جسور السكك الحديدية في الخرطوم. فبقول في الفترة دي أدركت، كان أحمد عرابي
قصده ايه لما قال ان الضابط في بلد محتل ليس اكثر من مقاول انفاق، وان هو اقتنع ان احنا لازم نسعى للاستقلال، وان وجوده كضابط تحت اشراف بريطاني ده في نوع من انواع المهزله يعني، وان في الاخر ما حسش نفسه ضابط حقيقي، كان بيشرف على عمال وبيشرف على حاجات كده. فده احنا كده في سنه 1918. تاني نقطه هنا، هو عنده 17 سنه. حلو، 1919 ثوره ترابي سوري ثوره 1919 كان عنده فيها 18 سنه، اثرت فيه جدا ثوره 1919، بيصفها انها اهم واول ثوره شعبيه في مصر، وبيقول في ناس كتير بتقول ان ثوره 52 هي بدايه التاريخ الحقيقي لمصر، بيقول دول تصور ابله، فمن لا اصل له لا اوراق له، ومن ينكر ماضيه لا يعترف احد بمستقبله. بيقول ثوره 1919 هي زي ما تقول اهم وبدايه الحراك الثوري الشعبي في مصر. هو كان وقتها مسافر للسويس، وحصل معاه موقف ان عدى قدامه امير لاي انجليزي، فهو رفض يؤدي التحيه مع مكلبس اليونيفورم، فالراجل ده قدم فيه شكوى وقال له انت ازاي ما تؤديش التحيه ليا، وقال له لاننا في ثوره ضدكم، كان يعني واخد موقف، فقال له انا هقدم عليك شكوى وهطبق عليك ايقاف عسكري. فبيقول حسيت من جوايا انا عايز اروح اشوف مصر وعايز اشوف اهلي وعايز اشارك في الاحداث، فقلت خلاص هحييك بشرط ان انت تحييني. ووافقوا وحيوا بعض، ومع كده لما راح مصر لقى الراجل ده قدم عليه شكوى واضطر يصلح الموضوع يعني. هو بحسه كل افري ناو اند ذن بيحاول يبرز موقف من المواقف دي اللي بتدل على روح الكبرياء والانفه والاندبندنس يعني. كان اوكي، فلما وصل مصر، وصل السويس، كان في مظاهرات وقتها اعتراضا على نفي سعد زغلول. كان طلع القرار بنفي سعد زغلول، وكان في مظاهرات تعم القاهره اعتراضا على نفيه، وان هو بيقول انا لا ادعي ان انا اشتركت فيها، بس هو اشترك مع جزء اخر من الضباط كانوا بيتظاهروا عند بيت الامه، اللي هو بيت الامه كان زمان هو رئيس البرلمان او مجلس الشعب، هو بيسميه بيت الامه في الفتره دي، اعتقد انه كان مجلس الشعب. اعتراضا بيت الامه كان اظن بعد كده سموه على بيت سعد زغلول نفسه. بيت سعد زغلول كان يدعى بيت الامه؟ انا فاكر ان ده زي مجلس الشعب او البرلمان. اوكي. فكان يعني ليه مشاركات متواضعه في الاعتراض على نفي سعد زغلول. ولما رجع الخرطوم انضم لحاجه سماها الجمعيه السريه للضباط الوطنيين. انا حاولت اعرف لو في بعد كده علاقه ما بين الجمعيه السريه للضباط الوطنيين والضباط الاحرار، بس مفيش. الحاجتين اندبندنت عن بعض خالص. انا في الاول كنت فاهمه كده بالغلط، بس ما لهمش علاقه. فالجمعيه السريه ديت كانت مجموعه من الضباط، وكانوا بيكتبوا برقيات كتير وبيعلوا صوتهم في الاعتراض على نفي سعد زغلول، بيحاولوا يبقى ليهم دور ومشاركه في احداث 1919. واتسجنوا واتعرفوا على بعض جوه السجن، ولما طلعوا من السجن ناس نصحوه، هو ما كانش مع المسجونين بس كان عايز يزور الضباط دول بعد ما طلعوا من السجن ويوثق علاقته معاهم ويسهم في الحركه اللي بتسعى لتخلص مصر من الاحتلال البريطاني تماما. فناس نصحوه قالوا له انت في موقفك دوت لما يعني فيها خطر على البوزيشن بتاعك وفيها خطر على وظيفتك ان انت تتعامل مع الضباط دول، سيبك منهم. لكن ما سمعش الكلام وراح والتقى بيهم وتعرف على ناس الجمعيه السريه دول، منهم الاسامي دي المفروض انها تكون معروفه بس انا ما اعرفهاش، احمد الصافي اللي اصبح وكيل لوزاره الحربيه، محمود هاشم اصبح مدير سلاح الجنود، عبد الوهاب البهنساوي وغيره. فيعني كان بيوري تسلسل الاحداث اللي خلاه كونكتد لشبكه الضباط اللي كان عندهم الروح الثوريه دي. احنا لسه كده ما اتكلمناش في الضباط الاحرار او في جماعه مصر، الكلام ده حصل في السودان. 1923 احنا كده انتقلنا لفتره جديده في حياته هو الوظيفيه يعني، اتنقل بقى جزء من الحرس الملكي في القاهره. وفي الفتره دي في 1924 تحديدا كان في مظاهرات للضباط كانوا بيطالبوا فيها بسقوط الانجليز والاعتراض برضه على حاجات
حاجات كتير يعني بيقوم بيها قوات الاحتلال البريطاني، قوات بريطانيا، سياسات البريطانية بالأصح. وفي الوقت دوت سعد زغلول بيقول أرسل برقية للحكومة البريطانية، ودي كانت بمثابة الزيت على النار. والقوات البريطانية أمروا بزيادة القوات البريطانية في السودان وبحصار القوات المصرية جوه مراكز القيادة المصرية. فكان في نوع من أنواع التنشن وقتها، وكان في كتائب تمردت ودخلوا في معارك يعني أو في دخلوا في مواجهات مع القوات البريطانية، وضبط سجن ضباط كتير وحكموا وأعدم جزء منهم واعتقل الآخرون. ومحمد نجيب برضو اتقابل معاهم واتكلم معاهم، وكان انضبط شوية من بعيد مع الناس دي. فاللي حصل نتيجة لكده ان هو اضطرد من الحرس الملكي، فده كان الجزء الثاني من الكارير بتاعه يعني في الحرس الملكي، بس اضطرد منه بسبب علاقاته مع الضباط دول، الضباط الثوار. فبقول انا لما اضطردت من الحرس الملكي اللي هي سنة 1924، كانت من احسن الحاجات اللي حصلت في حياتي، لاني لقيت وقت شوية، بدأ مرحلة هدوء في حياته. اتجوز في السنة دي وقدم على تشجع من يكمل دراسته، فقدم على ليسانس حقوق، خلص ليسانس حقوق في سنة 1927، كان معاه ليسانس حقوق. ثم تشجع ان هو يكمل دراسات عليا، يكمل الدكتوراه، يكمل لغاية الدكتوراه. فعشان يمهد للدكتوراه خد دبلوم في الاقتصاد السياسي، وخد دبلوم اسمه دبلوم الدراسات العليا في القانون. خلص الدبلومين دول وبدأ في تحضير الدكتوراه. كان اكشلي عنده thesis topic، دي حاجة متقدمة جدا في عرف الدكتوراه. كان عنده الرسالة اللي كان عايز يحضر فيها الدكتوراه كان اسمها العنصر الإنساني في الجيش، بس ما استمرش في موضوع الدكتوراه ده. هو كان نفسه يكمل، بس الأحداث الثالث بعد كده منعته من ان هو يكمل في طريق الدكتوراه. طيب احنا كده لسانس، قلنا لسانس هو خلصه 1927. 1929 دخل فيها شوية في التفاصيل، اتقابل فيها مع مصطفى النحاس، اتعرف فيها محمد نجيب على مصطفى النحاس يعني وجها لوجه. سعى الحقيقة ان هو يقابل مصطفى النحاس ويتكلم معاه، وكان اتكلم كده على ميتنج كان هو فيه مع مصطفى النحاس، مع مكرم عديد، مع النقراشي، ماهر النقراشي. وفي الميتنج دوت كان فيه في الفترة دي في مصر، كان مصطفى النحاس الملك فؤاد كان حل البرلمان السنة دي، احنا في 1929، ومنع مجلس النواب من الانعقاد. مجلس النواب وقتها كان ليه أغلبية وفدية، مصطفى النحاس زعيم الوفد. فمحمد نجيب كان التقى مع زعماء الوفد، مع مصطفى النحاس وزي ما قلنا مكرم عبيد النقراشي. كان الهدف من اللقاء ده ان محمد نجيب يوصل لهم رسالة ان انا مستعد، انا وعناصر من الجيش نقف وراك، فالجيش وراك، قالها كده لمصطفى النحاس. وقال له الجيش ممكن يساعدكم على اقتحام البرلمان لو عايزين، احنا قلنا البرلمان والحل والجلسات ممنوع من الانعقاد. بس بيقول مصطفى النحاس قال لا، انا افضل ان الجيش يفضل بعيد عن السياسة، ان احنا نحل الموضوع ده من غير تدخل الجيش. فدي كانت اول لقاء لي مع مصطفى النحاس. بعد كده نقل الكلام في فترة تانية من عمله، كانت الفترة دي في العريش. فتنقل بعد كده راح العريش واشتغل في مطاردة المهربين في العريش لمدة 6 سنين متواصل. وبيقول كان ليه انجازات في الموضوع ده، يعني بيقول كان في ناس بيطاردوا وبيدوروا عليهم بقالهم 10 سنين، وهو قدر في الفترة دي ان هو يقبض عليهم ويمنع التهريب ده من انه يستمر. فانه كان ليه دور كبير يعني في تقليص التهريب اللي كان بيحصل في العريش. وفي الفتره دي جاله ابن، حد عارف الابن الكبير بتاع محمد نجيب اسمه ايه؟ فاروق. فابن محمد نجيب الكبير اسمه فاروق. طبعا محمد نجيب من الناس اللي انقلبوا على الملك فاروق، فانا حاسه ان هو في الكتاب بيحاول يدافع عن نفسه، يا جماعه والله ما كانش اختياري. فاللي حصل فعلا ان هو جاله ابن، وبعد الولاده على طول هو ومراته قاعدين بيتناقشوا نسمي الولد ايه، فهي قالت له انا عايزه اسميه على اسم الملك فاروق. فقال لها ما بلاش الملك فاروق، لو هنسمي ابننا على اسم ملك هسميه جورج، مش عايزه اسميه فاروق. فقالت له لا انا لازم فاروق، هو كان نفسه يسمي صلاح الدين،
بيقول انا كان نفسي جدا جدا اسمي ابني صلاح الدين، بس مراته قالت له انا عايز اسميه من الفاروق. وبعد فتره من النقاش قالت له عايز الصراحه انا قلت للمقابله تسميه فاروق خلاص، فانا يعني بحط قدام الامر الواقع هو ابننا اسمه ابراهيم فاروق. فبقول انا اتحطيت قدام الامر الواقع وابني اسمه فاروق لان مراتي اختارت انها تسميه فاروق. فبس يعني دي لفته في النص. بيقول انا كنت بدلعه جورج، مش عارفه ده حقيقي ولا لا. وبعد كده دخل شويه في تفاصيل اول لقاء لي بالملك فاروق. بيقول ان هو كان بلباس البحر، كان لابس المايو، كان عنده وقتها 18 سنه وما رضاش يدخل يلبس البدله العسكريه البدله بتاعته. فهو ظهر متاثر جدا من الموضوع ده وكاتب عنه بصيغه فيها استنكار، استنكار شديد. تفاصيل اللقاء انا مش كاتباها عندي هنا، ما كانش فيها حاجه. كان مسك ملك ولا ايه؟ كان مسك الملك؟ ملك فاروق كان وقتها لسه في الملك. كان مسك، كان عنده 18 سنة. وقتها مسك. الكلام وقتها كان على أسلحة ومهربين، حاجات اللي ليها علاقة بالأسلحة، أنا مش كاتبة تفاصيلها ومش فاكراها الصراحة. بعد كده بينتقل، احنا كده خلصنا 29، بننتقل لنقطة مهمة جدا اتكلم عنها كتير محمد نجيب في الكتاب، وهي حرب فلسطين 48. وهو كان وقتها برتبة مقدم وكان قائد الكتيبة الثانية مدافع ماكينات، ده اسم الكتيبة مش في العريش. وكان دخل بالكتيبة بتاعته في معارك كتير، دخل في 21 معركة ضد اليهود، أصيب خلالهم 7 مرات، 3 منهم كانت إصابات خطيرة. ومن أسباب إصابته أن الكتائب اللي معاه ما كانتش مؤهلة، هو بيقول الكتائب الحقيقية ما كانتش مؤهلة، وبيقول الجيش كله ما كانش مؤهل. كان في نقص فظيع في الإمكانيات، بيقول الإمكانيات كانت ضعيفة، الكتائب كانت لا تكفي، واللي موجود ما كانش مؤهل بالدرجة الكافية اللي تسمح للدخول في حرب بالمستوى ده، بالسكيل ده. فالحاجة الثانية اللي علق عليها خلال الحرب 48 بيقول أن الأسلحة كان فيها فساد، وأن كان في يعني دبابات بتتعطل، أسلحة طلقات بيبقى فيها تكنيكال إيشيوز، كان في مشاكل. فهو رجع من حرب 48 مصدوم، والفساد اللي شاف انعكاساته يعني في الحرب وقلة الإمكانيات وقلة التأهل، ويعني ده كله اعتبره من آثار الفساد اللي في الملك وحاشية الملك وطريقة إدارة الملك. عكس ده على حرب 48 وقال ده كان سبب من أسباب الهزيمة. وحتى موقف كده فيها إن الدبابة اتعطلت ففقدنا عنصر المباغتة في واحدة من المعارك، فناس كتير نتيجة لكده ومتأثر أوي من الموقف ده، وإن الأسلحة كانت فاسدة، وإن الملك فاروق كان على رأس عصابة تجرت في الأسلحة الفاسدة. فلما رجع مصر بدأ يتكلم كتير أوي عن الموضوع ده، وبدأ يقول إن في فلسطين اكتشفت إن العدو الرئيسي لنا ليس اليهود وإنما الفساد الذي ينخر كالسوس في مصر، والذي كان يتمثل في الملك وفي كبار القادة والحاشية والإقطاع وباقي عناصر النظام ودعائمه في مصر. وبيقول إن أنا قلت جملة المعركة الحقيقية ليست المعركة الحقيقية في مصر وليست في فلسطين، اللي بيقول إن عبد الناصر نسبها لنفسه بعد كده. فلما كان بيتكلم كتير عن الفساد في مصر وضرورة مكافحة الفساد في مصر، من الناس اللي تأثروا بالكلام ده عبد الحكيم عامر. اللي هو عبد الحكيم عامر قال لجمال عبد الناصر، قال له أنا لقد عثرت في اللواء محمد نجيب على كنز عظيم. وعبد الحكيم عامر هو اللي عرف جمال عبد الناصر لمحمد نجيب. فدبر اللقاء. هو كان لواء ولا كان مقدم؟ أنا رائد اللواء مباشرة. أنا قلت اللواء؟ هو كان رائد. بتتكلم على مين هو؟ أنا بتكلم على محمد نجيب الأول. أنت قلتي في الحرب كان مقدم وبعدين لواء. أنا مش عارفة في الفترة دي كان مخبئ هو ولا هو كان مقدم وقت الحرب، بس لما رجع من الحرب خلاص أنا مش هسمي ألقاب. طيب. أنا مش عارفة هو بعد ما قدم على طول عقيد أظن عقيد عميد بتاع 52 لما قمت الثورة كان لواء يعني في سنتين يعني ممكن يكون بعد الحرب أو يترقى أو حاجة، بس هو كان ممكن يشيل الألقاب أسهل. فدبر عبد الحكيم عامر اللقاء ما بين محمد نجيب وجمال عبد الناصر. هو بيقول انا كنت حاسس ان ده كان ايفالويشن ليا، انا بتقيمه انا يعني اصلح اكون انضم للضباط الاحرار
ياخد بقى الدور اللي خده بعد كده ولا لا. وبعد كده اللقاءات تعددت ودخل فيها ناس كتير، اتعرف فيها بعد كده على انور السادات وعلى صلاح سالم وعلى الصاغ كمال الدين حسين وعلى ناس كتير اللي هم الضباط الاحرار، ودعوه فعلا اوفيشالي انه ينضم معاهم لتنظيم الضباط الاحرار. هو ما كانش ليه دور في تاسيس الضباط الاحرار، هو تم دعوته للانضمام ليه، والواسطه او الشخص اللي شاف فيه قائد مناسب كان عبد الحكيم عامر، عرفوا على عبد الناصر وعبد الناصر أيد الموضوع ده ودعاه للانضمام ليه. بعدها ففي الفترة دي اللي طلبوا منه ينضم ليهم للضباط الأحرار، بيقول أن كل شيء في البلد في الفترة دي كان بيدفعنا للقيام بثورة. بس طبعاً آثار حرب 48 من أكثر الحاجات اللي حطت في دماغه فكرة أن إحنا لازم نثور على الفساد بتاع السيستم أو النظام القائم بتاع الملك فاروق. ماشي كده، دخلنا في فصل جديد، فصل الرابع بسميه العد التنازلي. بقول العد التنازلي لثورة 52 بدأ من 49. أو في حاجة تانية، هو في الفترة دي كان مدير لسلاح الحدود، أنا مسميه حرس الحدود، هو سلاح الحدود. اتنقل وكان وظيفته وقتها مدير سلاح الحدود، وشاف بعينه أكتر فساد السلاح، كان في الفساد اللي في السلاح والصفقات بقى والمشاكل كلها كان شايفها عن قرب أكتر، فده كان حتى حافز بيه أكتر. وكان وقتها حسين السري عامر كان وكيل السلاح في مصر. بيقول الراجل ده وجوده كان عار على الجيش المصري كله، الملك فاروق كان متمسك بيه جدا. بيقول الراجل ده كان ليه تاريخ تهريب المخدرات وبيع الاراضي غير المشروعه وشراء الاسلحه المتخلفه من الحرب العالميه الثانيه وبيعها للجيش المصري باسعار عاليه جدا، فشاف الحاجات دي عن قرب يعني. وبيقول انه في 1950 محمد نجيب شكل لجنه تحقيق للانحرافات ديت، ونتيجه للجنه التحقيق الملك فاروق رقى حسين سري عامر. فيعني حصل العكس تماما، بدأ التنشن بينه وبين الملك فاروق، الملك فاروق حس ان هو بدأ عايز ينبش اكتر في المواضيع دي وفي الفساد ده، فحاول في وقتها حسين السري عامر، بقول اسمه صح مش عارف بنطق اسمه صح، السري عامر صح، كان الشخص المفضل للملك فاروق، فكان بيستخدمه كأداة يعني مرقيه وبيدلعه وبيدعمه على الرغم من زي ما قلنا كان على حسب كلام محمد نجيب ليه تاريخ في التهريب وفي المشاكل. فلما الملك رأى حسين سري، محمد نجيب كان عايز يستقيل من منصبه اعتراضا على الحاجه دي، بس وقتها الضباط الاحرار قالوا له خليك مكانك واقنعوه ان هو يفضل في مكانه، وقالوا له استمرار حركه الضباط الاحرار واستمرارنا في الثوره على الفساد مش هيتم لو انت استقلت من مكانك دلوقتي، واقنعوه ان هو يفضل. وفي الفتره دي هو بيقول احنا كضباط احرار ما كانش الثوره المسار هو الانقلابي، ما كانش الانقلاب هو الحل اللي بنسعى له. هو بيقول انا عن نفسي، لا ما قالش انا عن نفسي، هو قال احنا كضباط احرار وقتها كان مسيره الاصلاح عندنا هي الاوبشن الاول قبل ما نلجا للانقلاب. وعشان يستدل بكده بيقول ان احنا كان قعدنا واتكلمنا مع مصطفى النحاس واتكلمنا مع الوفد، وكان الوفد وقتها اغلبيه برلمانيه، وكتبنا مذكره، هو كتب مذكره لمصطفى النحاس يشرح له فيها الفساد اكتر اللي شايفه بالذات بعد ما اشتغل في سلاح الحدود، واقتراحات بقى للاصلاح وازاي ممكن نعمل الاصلاح وكده. فهو بيقول احنا مشينا شويه في مسار الاصلاح قبل ما نفكر في الانقلاب، بس المحاولات دي ما يعني كانتش مجديه. بقيت حاسس عارف ان في ضباط احرار، لا هو ما قالش ان مصطفى النحاس عارف ان في ضباط احرار، هم اتكلموا بصفه ايه يعني مش هو يعني محمد نجيب زي ما قلت لك من سنه من قبلها بفتره هو في كونكشن بينه وبين مصطفى النحاس وبيتكلموا عن الاصلاح في البلد بشكل عام، هو بيكلمه كضابط جيش، لا بس ما قالش ان مصطفى النحاس كان عارف. بس هي بدات منشورات ضباط الاحرار تنتشر، وبدات تنتشر مش بس خلال الجيش بل بدات توصل للمدنيين على حسب كلام محمد نجيب، انه بدا صوتنا يوصل حتى للتيارات المدنيه، واي حد يعني نفسه في اصلاح حقيقي وجذري وحل الفساد الحكم والحكم والحرفات وحرفات الجيش كمان. بعدين حصل ايفنت في 26 يناير
52، فاحنا دخلنا في كول نمبر 2. حد عارف اللي حصل في 26 يناير 52؟ حريق القاهره. حريق بالظبط. فحصل حريق القاهره، وهي هي حرائق سواء تسمى حريق القاهره، بس هي اكشلي حرائق حصلت في اماكن متعدده في القاهره. ومحمد نجيب مؤمن بنظريه ان الحرائق دي كانت، طبعا هي حرائق مات نتيجتها حسب روايه محمد نجيب 46، في روايات بتقول حاجه و20، بس هو بيقول 46 مصري وتسعة اجانب، واتحرق يمكن 300 محل، فهي كانت حرائق لارج سكيل. بيقول انها، هو مؤمن بنظريه انها كانت بتدبير من الملك فاروق وحاشيه الملك فاروق بالاشتراك مع الانجليز، اللي حاولوا يخلقوا موقف عشان من الموقف ده يطردوا الوفد ويعطلوا البرلمان ويعينوا وزاره جديده تكون مطيعه للملك وعندها ولاء للملك. وبيقول ان ده حصل، ده كله حصل بعد ما كان في معاهده الجلاء 36، معاهده 1936 كان فيها امتيازات واعفاءات بريطانيه، وان في سنه 1951 الوفد بزعامه النحاس الغى الامتيازات والاعفاءات ديت، وان ده كان المحرك الدافع اللي خلى البريطانيين مستعدين يتعاونوا مع الملك فاروق على فبركه حريق القاهره ومنه القضاء على الوفد، تعيين حكومه جديده. فده كان نظريه محمد نجيب بخصوص حريق القاهره. ومن الفتره دي اللي هي من 26 يناير 52 الى ثوره 52، الى يوليو 52، الست شهور دي هو بيوصفهم ان هم ست شهور كانوا مليانين كوارث سياسيه، يعني حاجات زي طرد النحاس، طرد النحاس، تعطيل البرلمان، فضايح تانية تدل على الفساد. بس انا كنت فاكره ان انا كاتباهم، ان هو بيقول انها كانت ست شهور مليانه احداث مخزيه، وانها فكل ده عمال بيلدينج اب، يعني بيمهد اكتر واكتر للروح اللي كانت في الضباط اللي عايزه تثور على كل الفساد ده. وخلاص بقى نبدا بدايه ديمقراطيه ونعمل جمهوريه ديمقراطيه في مصر. وبقول في الوقت اللي احنا كنا عاملين نتاكد فيه اكتر واكتر ان احنا عايزين ثوره، اللي كان بيحصل ان جهاز الحكم كمان كان عمال بيحس ان في ضباط بيدبروا الثوره. بقول مش احنا بس اللي كنا عارفين احنا عايزين ايه، جهاز الحكم وقتها كان برضه لحد ما بدا يحس، وانا بدات توصل له هو شخصيا انذارات، خد بالك في اسامي بتتسرب، خد بالك ممكن يتقبض عليك، وخد بالك مش عارف ايه. فبدات موقف كده متناثره، هو بيدخل فيها في تفاصيل بس انا مش مفيش وقت ندخل فيها في التفاصيل، لكن ملخصها انه بداوا يحسوا انه ساعه الصفر اقتربت. هو مسمي الفصل الجديد، احنا دخلنا الفصل الجديد اسمه ساعه الصفر، بيقول فيها انه حسينا انه الموضوع لازم نضربه. الخطه انيشالي كانت نوفمبر 52 هو اللي يتصف فيه الثوره، بعد شويه بقت لا خلينا اغسطس، بعد شويه في اول يوليو تقريبا وصل لهم ان في 8 من ال 13 ضباط الاحرار اساميهم عند الملك، وان هو يعني في اي لحظه دلوقتي ممكن يقبض عليهم. ففي اول يوليو قرروا انها لازم تبقى يعني ماكسيمم في نهايه الشهر ده. بدأوا يبدروها كل شويه لغايه ما استقروا على 22 يوليو 23 يوليو. بس معلش في قبلها حدث سريع لازم اقول ان هو كان بيقول ان ده من اهم الاحداث اللي شجعتهم ان هم يعملوا الثوره، ده كان انتخابات نادي الضباط. انتخابات نادي الضباط هي انتخابات للمجلس الاداري بتاع نادي الضباط والرئيس. الانتخابات دي كانت للضباط كلهم مش بس الضباط الاحرار طبعا. بس بالنسبه للضباط الاحرار انتخابات النادي كانت وسيله بالنسبه لهم ان هم يجسوا النقط، كانت وسيله ان هم يختبروا قوه الضباط الاحرار من خلال نتائج الانتخابات. فرشحوا نفسهم، محمد نجيب رشح نفسه كرئيس نادي الضباط، واعضاء تانيين من ضباط الاحرار رشحوا نفسهم لبوزيشنز قياديه في النادي. دي كانت وسيله ليهم ان هم يعرفوا احنا حجمنا قد ايه، وزننا قد ايه دلوقتي. وفاز محمد نجيب باغلبيه ساحقه، مع ان الملك كان عايز يرشح قصاده حسين سري عامر، بس فور لوجيستيكال ريزنز ما عرفش يرشحه لرئاسه النادي. ففاز
وفاز ناس كتير من الضباط الاحرار زي رشاد مهنا، زكريا محي الدين، مش عارفه ايه يعني، دول اسامي كذا حد فازوا بالانتخابات. فوقتها اتاكد لهم اكتر انه لا ده احنا متمكنين، احنا الوقت مناسب ان احنا دلوقتي نقوم بالانقلاب. محمد نجيب نفسه كان بيستخدم كلمة انقلاب في الأول، بعدين بقى يستخدم ثورة، وبعدين هيدخل في واحدة من الشابترز في هل هي ثورة ولا انقلاب. بس سوفا كان مسميها انقلاب عسكري. طيب وصلنا لفين؟ من الحاجات اللي كانوا الناس اللي كانوا بيجوا يقولوا يعني بفضل تبطلوا الخطة بتاعتكم دي، احنا الملك حاسس بيكم ومش عارفة ايه. واحد من الناس عرض عليه انه انا مش كاتبه اسم مين عرض عليه، بس هو عرض عليه ان هو ياخد منصب وزير الحربيه، وبداوا يحاولوا يستخدموا اساليب مختلفه، شويه تهديد شويه ترهيب، طب نكسب محمد نجيب نديله منصب، طب مش عارفه ايه. وكل الاوفرز دي طبعا اترفضت، قرروا ان احنا لازم نكمل في ثوره 2005. طيب وصلنا للثوره 23 يوليو. الخطة كانت السيطرة على قادة الجيش، السيطرة على قادة الجيش وعلى مركز القيادة، على مبنى القيادة. وبعد كده بعد السيطرة على القادة وعلى مركز القيادة، كان عندهم لسة الطلبات قالوا هيقدموها للملك ويلغم يعني يلغموه أو يجبروه إن هو ينفذ الطلبات. فلغاية دلوقتي ما كانش يعني اللي استغربت له انا شخصيا، بما اني ما درستش تفاصيل الثوره وما قريتش فيها وما كنتش ملمه بكل تفاصيلها، ان هما ما كانش في خطه، ما كانش في خطه انه احنا هنثور وفي نفس اليوم احنا هنطالب باقامه كذا او كذا او كذا. يعني حاسه ان الحاجات كانت ادهق شويه، يعني بداوا بعدها بفتره كل شويه يناقشوا حاجه جديده، طب نعمل دي ازاي، طب نعمل دي ازاي. بس على حسب روايه محمد نجيب ان هم في الوقت ده كانت الخطه ان احنا هنحاصر القاده وعندنا طلبات معينه، والطلبات دي لازم تتم. وملك فاروق نفسه ما كانوش مقررين قوي هيعملوا في ايه، قرار تم بعد الثوره. فبيقول محمد نجيب شهاده للتاريخ، اذكر ان يوسف الصديق كان من اشجع الرجال في تلك الليله، وكان هو الذي نفذ عمليه الامتحان. هم فعلا عرفوا يسيطروا على كوبري القبة، وكل الويه الجيش تم القبض عليهم بما فيهم علي نجيب اخو محمد نجيب، من الويه الجيش اللي اتقبض عليهم في اليوم ده. وبيقول التاريخ ايضا، اذكر ان عبد الناصر وعبد الحكيم عامر لم يقتربا من القياده الا بعد الاستيلاء عليها، وظلوا مستنيين على جنب لغايه ما تم الاستيلاء على مركز القياده، بعدها راحوا يعني. كانت الطلبات الاوليه بعد ما تم السيطرة على كوبري القبة والقبض على كل ألوية الجيش، كانت طلباتهم الأولية إيه؟ أول حاجة تعيين محمد نجيب قائد عام للقوات المسلحة، تكليف علي ماهر بتشكيل الوزارة، وطرد ناس معينة من حاشية الملك. دي كانت الطلبات الأولية. بيقول لكن اجتمعنا لاحقا ضباط الأحرار أو فيما أصبح يسمى مجلس قيادة الثورة، اجتمعنا لاحقا واتفقنا على عزل الملك، وتحركت القوات للإسكندرية، حصروا القصرين بتوع الملك اللي هم قصر المنتزه وقصر رأس التين، وحصروا فعلا القصرين. وفي الوقت اللي هم كانت القوات رايحه فيه اسكندريه عشان تحاصر قصر الملك، هم كانوا قاعدين بميتنج بيقرروا فيه مصير الملك. الكلام ده اعتقد 24 او ياما 23 بالليل ياما 24 يوليو. فكانت قبل ما ندخل في تفاصيل مصير الملك، هم قرروا هم يعزلوه، ان نعزله وينفوه، مش عارف قرار النفي كان اتقرر دلوقتي ولا بعد شويه. المهم اتكلموا مع الملك، وشروط الملك كانت ان هو اذا اتنفى يتنفى على يخت، ويطلق 21 طلقه، ويكون في حراسه، وان محمد نجيب يقابله في اللحظه اللي هو هيمشي فيها. وده حصل، وراح محمد نجيب تعليقا على لقائه مع الملك فاروق لحظه النفي او يوم النفي، بيقول من الصعب ان تودع ملكا كان يملك الكل ويحكم كل شيء قبل ايام قليله. بيقول كان من الممكن ان هو يعتقلني، انا كنت على يخت لوحدي بس هو ما عملش حاجه، هو بس قال له انت مهمتك هتبقى صعبه جدا، فليس من السهل حكم مصر. واثرت في لحظه وداع الملك فاروق.
بعد كده دخلنا في فصل اسمه ماذا بعد الانقلاب، وده الفصل اللي اول شابتر فيه اسمه الثورة دي والانقلاب. بيقول فيه فعلا هل ماذا نطلق على 23 يوليو، هل هي ثورة أو انقلاب؟ بيقول المؤيد يقول عنها ثورة والمعارض يقول عنها انقلاب، وانا مش عايزة ادخل في متاهات المصطلحات. انا كل اللي هقوله انه في الاول ده كان انقلاب عسكري متكامل الاركان، ثم عندما اردنا ان نخاطب الشعب وان نكسبه الى صفوفنا او على الاقل نجعله لا يقف ضدنا، يعني ما نخليش الشعب يقف ضدنا، استخدمنا لفظ الحركه، قالوا هنسميها الحركه، بعدين ضافوا لها كلمه المباركه ان هي زياده في الجلوريفيكيشن، هنسميها المباركه، فبدا يطلق عليها حركه الجيش المباركه، ونجحت الخطه والجماهير ايدتهم. كان بيقول كان في تأييد شعبي، ولما لقينا التأييد الشعبي كبير جدا قلنا هنسميها ثورة، فأضافوا كلمة أو تحولت إلى كلمة ثورة. فبيقول تحول الانقلاب إلى ثورة ساعة أن وضعنا عيوننا على الشعب قبل الجيش، وأن ده اختلف بعدها، يعني ده تغير بعدها بشوية وبقت عيوننا على مصالح الجيش لا مصالح الشعب. وفي دي الفترة اللي غيروا فيها اسم جامعة فاروق بقت جامعة الإسكندرية، وجامعة فؤاد بقت جامعة القاهرة، ودخل شوية في تفاصيل المرحلة دي اللي حصل فيها. واحدة من الحاجات اللي بعلق عليها انه تم الافراج عن القادة، طبعا قادة الجيش تم الافراج عنهم، الرواية اللي قلنا انهم قبضوا عليهم، كان في عفو شامل عن المساجين السياسيين بما فيهم الشيوعيين. وبيقول ان احنا اردنا ان نبدا حياه جديده نعطي فيها فرصه لكل سجين سياسي، لكن ليس كل ما يتمناه المرء للجميع. بيقول ان ده انقلب الحال، وان اللي حصل بعد كده اثبت لي ان احنا لكل شخص افرجنا عنه واعتقلنا 1000 شخص من قبل. فزي ما قلنا بداوا بقى في حاجات اللي ما كانوش قرروا عليها قبل الثوره، بقى دلوقتي بيقرروا يعملوا فيها ايه. واحده فيهم احنا هنعمل ايه في البلد، هنقيم جمهوريه برلمانيه ولا جمهوريه دستوريه ولا هنعمل ايه بالظبط. فقرروا، كان في مناقشات رايح جاي، وقالوا جمهوريه دستوريه، محمد نجيب قال لهم بس لازم يبقى ليها تحضير وقت كافي، لازم يبقى في مرحله تحضيريه لحاجه زي دي. بيقول في واحده من اجتماعات الاخوان المسلمين قالوا احنا اسقطنا الملكيه، عايزين نعلن خلافه اسلاميه فورا، بس ما لاقوش صدى للاقتراح ده. في الاخر قرروا طبعا ما بصوا للدستور وقالوا احنا اصلا دلوقتي ايه الوضع بتاعنا قبل ما نقرر يعني الدوله نقيم جمهوريه نقيم جمهوريه، احنا ايه وضعنا دلوقتي؟ فالوضع ان في ملك معزول، وقبلها على طول مجلس البرلمان كان منحل، فالوضع انه ملك معزول ومفيش برلمان. محمد نجيب كان رايه ان في ظروف زي دي نرجع البرلمان، انا بسميه برلمان هو بسميه مجلس ونفس الحاجه مش كده، فان يعود المجلس المنحل. وقتها كان في دستور في البلد، دستور 1923، والدستور ده ما كانش فيه طبعا ماده تعالج الموقف اللي هم فيه، بس كان في ماده بتعالج الموقف لو الملك متوفي وما فيش برلمان او ما فيش مجلس. وكان تنص على ان المجلس يرجع في الحاله دي، لو الملك توفى المجلس يرجع، بس ما كانش في حاجه بتنص بالظبط على الوضع اللي هم فيه. لكن محمد نجيب كان رايه ان خطر ان يبقى فيه يعني ان احنا نسيب المجلس منحل، وان الصح دلوقتي ان احنا نرجعه. وبدا يبقى في جدال دستوري طول، يعني هل احنا الثوره هل تجب كل شيء؟ هل ينفع نرمي الدستور ده دلوقتي وما نلتزمش بنموه؟ هل نغير عليه؟ هل نفصل؟ هل نعمل؟ وفي الاخر خالص اللي عملوه الحقيقه ان هم عدلوا في قرارات ملكيه، ما عدلوش في دستور 23 بس مسكوا قرارات ملكيه طلعت بعده بفتره اعتقد، فصلوا مادة تتطبق على الوضع اللي هم فيه. ايه لو عزل الملك ولو مفيش برلمان؟ وما قالوش نرجع البرلمان، قالوا العكس تماما، عدم جواز دعوة مجلس النواب المنحل. فالحقيقة ان محمد نجيب وقتها صوته كان ضعيف، ورأيه ما وافقتش عليه الأغلبية، كانت السياسة ان كل حاجة لازم يبقى فيها موافقة الأغلبية في مجلس نيابة الثورة. كانش قرار رجل واحد، بس في المقابل ده خلى انه اراء محمد نجيب لو مفيش اغلبيه اراءه ما كانتش بتتنفذ. يعني المجلس ده هو ظباط الاحرار بس؟ ظباط الاحرار. بس كل الدوله الانجليز ما تدخلوش في اي قرار ولا حاجه. هو جاب سيره الانجليز يوم الثوره كانت عماله مش عارف.
سبكت عملك وكان في كان في ظاهر كورسبوندنس بينهم وبين الانجليز والسفاره الامريكيه. حاولوا برضو يكسبوهم ويقولوا لهم ما تدخلوش ده يعني ما تدخلوش في الانترنال افيرز المصريه وده كذا كذا، بس ما دخلش في تفاصيلها قوي. بس اللي حصل ان البرلمان ما رجعش وان هم فصلوا ماده تحديدا للوضع ده ومنعوا رجوع المجلس النواب. وهو بيقول دي كانت في نظري انا بدايه تكليف القانون او تغيير القانون الذي انتهى بنا الى هويه اللا قانون بعد ذلك. هو كان شايف ان ده بدايه بقى بدايه العك من الاخر يعني. بيقول بدا برضو هو يحكي حاجات كتير انا مش عارفه معانا وقت نحكيها، ما كانش معانا وقت نحكيها كلها، فانا هقول منها بس امثله سريعه. بيقول ان كان في بقى ازدواجيه ما بين المجلس ده هو مجلس قيادة الثورة وما بين الحكومة، فكان في محاولات بقى للتدخل في يعني كان في مثلا ضرب مثال على رشاد مهنا رشاد مهنا ان هو كان لان انا الحاجة ما قلتهاش انه كان في وقتها هيئة للعرش، هيئة وصايا الفترة دي قالوا هنعمل هيئة وصايا وصايا على العرش. الهيئة دي كان فيها ثلاثة، واحد فيهم كان من الضباط الأحرار رشاد مهنا. بيقول ان هو كان بيقحم نفسه بعمل الوزارات وعمل لنا مشاكل والوزراء كانوا بيستقيلوا كذا موقف كان. بس هحاول اختصر شويه طيب بعد كده بيقول انه حصل يعني سلسله من التعيينات. حصل مثلا تعيين 18 لواء وضابط في وظائف مدنيه. بيقول ان انا بدات اشوف زي ما تقولوا باترن خطير جدا. بيقول ان انا حاولت غلق الباب ده لكن الوقت قد فات، فقد اخترق العسكريون كل المجالات وصبغوا كل المصالح المدنيه باللون الكاكي. بيقول الباب دوت كان يعني هو كارثي، باب كارثي على مصر، ان يعني يبقى في ازدواجيه بين عمل العسكر وبين السياسه وان العسكر يبقوا انفولفد في وظائف مدنيه وانها بدات من الايام دي. اتكلم شويه عن قانون الاصلاح الزراعي واتكلم عن رايه فيه وعن الدسكشنز اللي كانت فيه، واتكلم عن رايه في الضرائب في اعاده توزيع الثروات. كمان كان في خلافات، كل ما يحصل خلاف الحقيقه بينه وبين المجلس قياده الثوره. كان في شويه يعني على حسب روايه محمد نجيب ان عبد الناصر كان نوعا ما عامل زي رباطين او شله، كان بيعرف ازاي يكسب تاييدهم ليه كل ما يبقى فيه تصويت. فكانت اراء محمد نجيب، طبعا محمد نجيب بالظاهر ما كانش ليه شله قوي، ممكن ليه شخص يمكن واحد او اثنين بس اللي بيجيب سيرتهم في النص اللي كانوا بيتعاطفوا معايا او شايفين انه اللي هو انا اللي بيعمله عبد الناصر في سلسله القرارات دي اللي هنتكلم فيهم كمان شويه، ان فيهم خطر شديد على المسار الديمقراطي في مصر. بس كانت كل حاجه لازم تتعمل بالتصويت، وكان التصويت دايما بيروح لشله عبد الناصر اللي فضلت تكبر لغايه ما بقت تقريبا هم كلهم. فواحده من القرارات مثلا كانوا بيتكلموا على تعيين رئيس الوزراء القادم، وهم اقترحوا ان محمد نجيب هو اللي يكون القائد العام، ان هو يكون رئيس الوزراء. وقتها هو كان القائد العام للقوات المسلحه، ده قبل ما يعلن رئيس الجمهوريه عليه. احنا كده في فتره انتقاليه ما فيهاش رئيس للجمهوريه، لسه ما اعلنتش الجمهوريه الدستوريه، هم بس اتكلموا فيها بس لسه ما كانش اتاخد اي قرارات. فدي واحده من الامثله مثلا ان هو كان شايف انه الجيش لازم يبتعد عن الحكم والسياسه، وان في مش يعني ازدواجيه الوزاره والقياده دي كارثه. هم كانوا يقولوا بالعكس، انت كده هتحل التنسيق المفقود ما بين الوزاره والقياده، حلوا ان احنا يبقى في شخص بيدمج بين الاثنين. فكانوا مصرين ان انت لا، القائد العام لازم يبقى برضه رئيس للوزراء في الوقت ده. هو بيقول ان كل ده انا كنت شايف انه لا ينبغي ان تولى الوزاره من قبل الضابط، وهذا يعد سابقه في تاريخنا الحديث، لا احد يعرف الى اين ستجر البلاد ان يعني يبقى في وزاره عسكريه. هو بيقول انا وزارتي كانت اول وزاره عسكريه في تاريخ مصر بعد وزاره محمود سامي البارودي واحمد عرابي في عهد الخليل توفيق.
بعد اتكلم شوية سبتمبر 52 احنا كده وصلنا فين؟ سبتمبر 52 دوت قانون تنظيم الاحزاب السياسية، مش حل الاحزاب، كان في قانون لتنظيم الاحزاب السياسية اللي هو قانون ينص على ان اي حد عايز يقدم على انشاء حزب جديد لازم التقديم ده او الابليكيشن دي لازم تمر بوزارة الداخلية، لازم وزارة الداخلية توافق، ولازم كذا كذا كذا. بدا يبقى في ريجوليشنز كتير قوي على الاحزاب. طب معلش، مين اللي بيطلع القوانين هنا؟ السلطة التشريعية مع المجلس قيادة الثورة؟ مجلس قيادة الثورة. اوكي، يعني هو مجلس قيادة الثورة. ضباط الأحرام السلطة التنفيذية والتشريعية وكله. هو اللي كان معاهم السلطة التنفيذية والتشريعية. هو كان عايز المجلس البرلماني يرجع عشان يبقى فيه سلطة تشريعية قائمة بالنيابة. هما فضلوا يحاولوا يمططوا الفترة دي على قد ما يقدروا. وطلعوا قانون تنظيم الأحزاب السياسية. هو بيقول القانون ده انا كنت حاسس انه بيستهدف حزب الوفد، لان حزب الوفد كان وقتها حزب الاغلبيه، وان احنا دخلت وقتها الدوله مع الاحزاب في سلسله من المنازعات القضائيه، واحسست اننا نمشي في طريق العكسي للديمقراطيه. الحاجه الوحيده اللي كانت بيهونها على نفسه ان هم اتفقوا على موعد انتخابات البرلمان فبراير 53. كتبت عشان فبراير 53 وكتبتهاش لانها ما حصلتش، فما تمتش الانتخابات دي. بقول بالعكس، قبل التاريخ دوت حصل حاجة دمرت تماما الأمل ده، وهي قانون حل الأحزاب. فاللي من شوية ده كان اسمه قانون تنظيم الأحزاب السياسية، لكن اللي حصل احنا دلوقتي في سبتمبر 52، لكن احنا في حاجة في النص ما خدتهاش، اللي هي يناير 53. اللي حصل في يناير 53، يبقى احنا كده في مرحلة انتقالية وفاضل شهرين على انتخابات البرلمان. طبعا في الفتره دي كان في اللي هو الازدواجيه ما بين المجلس وما بين الحكومه، وتدخل مجلس قياده الثوره في اداره البلد، ودول كان في بقى مشاكل المحسوبيات، وكان في سعي وراء مصالح شخصيه وحاجات من دي يعني. بس اهم مايلستون في الفتره دي هو بالظبط 17 يناير اصدر مجلس قياده الثوره بيان اتهم فيه الاحزاب بالخيانه الوطنيه وبالتعاون مع العدو الخارجي وبالتعاون مع القوات البريطانيه، وبيان طويل كده يعني. وبناء على البيان ده قالوا ان احنا قررنا حل جميع الاحزاب، وان الحياه الحزبيه في عهد الملك فاروق كانت حياه فاسده، والاحزاب دي اصلا حاجه فاسده وكله فاسد، فاحنا هنحل كل الاحزاب. دي كانت الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي حصلت في الفتره دي يناير 53، انقلاب اسمه انقلاب المدفعيه. والمضحك ان هو اسمه انقلاب المدفعية، واللي قالوا مجلس قيادة الثورة ان احنا قبضنا على 35 ضابط كانوا بيحاولوا احداث فتنة واضطراب في البلد. بس على حسب رواية محمد نجيب، ال 35 ضابط دول عملوا ايه؟ راحوا لمجلس قيادة الثورة وقدموا لهم اقتراحات، قدموا لهم عريضة او وثيقة اقتراحات. احنا شايفين انه كذا وكذا وكذا، دول لازم يتغيروا، كانت انتقادات يعني. بس الغلط ان هم جوهم لحد عندهم وانتقدوهم وكتبوا لهم رسالة وثيقة بالانتقادات دي. مجلس قيادة الثورة بعد ما خلصوا الميتنج مع ضباط المدفعية، وكان اسمهم ضباط المدفعية او يعني هو سماهم كده، خدوا الاقتراحات دي وقالوا احنا لازم نقبض على الناس دي، وقبضوا عليهم واتهموهم بمحاولة الانقلاب. مع المضحك ان هم جولهم لحد عندهم ودوهم السجاستشنز، بس اتهموا من الانقلاب، وتراوحت الاحكام عليهم ما بين مؤبد و براءة، ما أعدموش حد. في منهم جزء أخذ براءة وفي منهم جزء أخذ مؤبد، مع أن دول ضباط بيقولوا كان في جزء منهم من الناس اللي شاركوا في ثورة 23 يوليو. والقرار دوت اتضايق منه كذا حد، اتضايق منه يوسف صديق وحسن الدمنهوري، اثنين كانوا في ضباط الأحرار، بس اعترضوا على دول. كانت من الناس اللي شوية متعاطفين مع سياسات محمد نجيب أو قرارات محمد أو الحاجات اللي محمد نجيب كان شايفها. الاثنين دول من ضباط الاحرار كانوا معترضين على الطريقه اللي بداوا مجلس قياده الثوره يتعامل بيها مع الناس اللي معترضه على سياساته، لان مش بس ضباط المدفعيه اللي حصل فيهم كده، بس زي ما قلنا حل الاحزاب. وبيقول الحاجه الثانيه اللي كانت بتحصل بقى ان بارلل كان في تكميم للافواه، بدات سياسات تطلع ثاني شويه، اللي هي لو حد كتب نقد في مجلس قياده الثوره يقبض عليه. كان في بدأت شوية الاعتقالات السياسية ترجع، في حاجات من الطابع ده يعني. هو كان شايف انه فعلا احنا بنمشي في طريق ضد لا ديمقراطية ولا قانون، وان هو مش بس كده، بيستدل بقى ان يوسف صديق وحسن الدمنهوري كانوا شايفين
وعبد الناصر لقى طريقه يتخلص بيها من الاثنين. يوسف صديق قدم استقالته بس ما قبلوش الاستقاله، لكن بعدها بشويه اجبروه على الرحيل الى سويسرا. يوسف صديق اتنفى لسويسرا. وحسن الدمنهوري اعترض على اللي عملوه في ضباط المدفعيه فاتقبض عليه واتحقق معاه. وقرر المجلس العسكري ان الدمنهوري هيحاكم امام مجلس القياده. وقال لهم محمد نجيب كيف قال عبد الناصر كيف ستكون الخصم والحكم، وان انت الخصم، انت خصم الراجل ده ومع كده عايز تقعده وتحكم عليه. وبقول ده وتتكرر بقى مجلس قياده الثوره بقى يعمل محاكم ثوريه ويحاكم فيها يعني كان هو الخصم والحكم. وبدات الموضوع ده يتكرر، ما كانتش اول مره. حسن الدمنهوري خد قرار بالاعدام، حكم عليه بالاعدام، وبيقول ان هو وصل وبعد كده انه كان تعرض لتعذيب شرس. ولما جم قالوا له وثق او يعني وقع على قرار الاعدام، بيقول انا ما رضيتش اوقع وقلت لهم انا مش موافق على الاعدام، وقالوا له حاجه زي دي هيحصل كده كده غصب عنك او حاجه بالمعنى ده. الحقيقه انا هو ما قالش في الاخر اعدم ولا ما اعدمش الدمنهوري، وعملت سيرش سريع بس ما عرفتش اعرف اعدم في الاخر. معرفش لو حد عارف ممكن يتفضل يقول. بس دي امثله بقى، امثله كتير يعني. هو جاب من الامثله ديت حاجات كتير كان بيمثل بيها بالطريقه دي. مجلس القياده الاغلبيه موافقه، عبد الناصر ليه كاريزما مأثر على راي الكل، كله ماشي معاه نفذ. ما كانش بيقول ما كنتش حاسس ان انا قادر فعلا اطبق اللي انا بشوفه صح، وعلى الرغم من كده كانت كل القرارات بتصدر باسمي لان انا كنت قائد العام للقوات المسلحه. الوقت اللي اتقرر فيه بقى انه يبقى جمهوريه دستوريه وانه يعلن محمد نجيب كرئيس كان بعد مهرجان اسمه مهرجان التحرير في يناير 1953. مهرجان التحرير ده اللي اتسمى فيه ميدان التحرير بعد ما كان اسمه ميدان الاسماعيليه. طلعت فيه شكلت فيه هيئه سموها هيئه التحرير. كل ده احنا لسه في مرحله انتقاليه ولسه الانتخابات البرلمانيه ما حصلتش ولسه ما فيش دستور. هيئه التحرير كانت مسؤوليتها انها تناقش هنعمل ايه في الدستور، يعني حاجه بالمعنى ده. وقرروا احنا عندنا دستور 23 هنعمل فيه ايه؟ قالوا احنا لازم نسقطه. الدستور سقط بعد الثوره والثوره تشوب ما قبلها. بس مين اللي هيكتب الدستور او يعدله او يغيره؟ هل هي الحكومه؟ هل هي جمعيه تاسيسيه؟ هل هي ايه بالظبط؟ واتفقوا ان هم يعملوا لجنه الخمسين. احنا لسه ما زلنا بنعمل لجنه الخمسين. كان فيهم اربعه وفديين وثلاثه اخوان والباقيين متوزعين على حزب وطني واحرار دستوريين وسعديين وغيرهم. لجنه الخمسين ما فيهاش جيش؟ كان فيها من الجيش ثلاثة جيش متقاعد. فيها لما قال كلمة جيش قال جيش متقاعدين. كان فيها قضاء، كان فيها ثلاثة قضاة، وكان فيها أساتذة الجامعة وشخصيات عامة. وأن اللجنة دي طبعا كان مقرر إنها تخلص شغلها بتاريخ معين، أنا مش كاتباه، لكن مطت طولت قوي، خلصت في أغسطس 54. هترمي في الزبالة الدستور ده. هترمي في الزبالة. هترمي في الزبالة. لسه ما وصلناش للحته دي. بجد؟ بيقول وقتها كان في زي لما بدات لجنه ال 50 تبدا تتشكل وتبدا بعملها، كان في ناس من مجلس قياده الثوره ومن ضباط الاحرار بدا الخوف يتسلل اليها، حسوا انه كتابه الدستور معناه نهايه الحكم. وحاولوا يمططوا فيها، بدات الاقتراحات تطلع بقى، طب ايه رايكم نخلي الفتره الانتقاليه ثلاث سنين؟ يعني هل مستعجلين قوي؟ فبقول بداوا يشعرون ان ولاده الدستور تعني نهايه حكمهم، وحاولوا يمططوا فيها على قد ما يقدروا. طيب في فصل كامل اسمه الضباط يحكمون، مش هدخل في تفاصيله بس باختصار هو بيبدأ وبيقول احنا لقد طردنا ملكا وجئنا من 13 ملك بحر. بيقول ان ال 13 دول هم مجلس قيادة الثورة، كل واحد فيهم عايش عيشة الملك، كان بيحاول يتكلم برضه على اختلاسات مالية، واتكلم على ما
مواقف كده. الموقف جاله في عبد الناصر وقال له انا عندي اقتراح، ايه رايك كل واحد ياخد 10,000 من خزينه الدوله تامين لنفسه؟ هو قال له مش عايز اسمع منك كلمه تاني، ما تكلمنيش حاجه كده. فعبد الناصر قال له انا كنت هختبرك، صوبول انا عارف ما كانش بيختبرني. وجاب امثله كتير بالطريقه دي ان هم كانوا بيختلسوا يعني خزينه الدوله. واحد فيهم عمل لنفسه تمثال، واحد من ضباط الاحرار عمل لنفسه تمثال في البيت. فهم بيقول كانوا 13 ملك يعني، وان هم السلطه بقت في ايديهم شويه، فنوعا ما ادمنوها وبداوا يخافوا قوي من ان احنا نمشي في مسار تكمله يعني كتابه الدستور والبرلمان والى اخره. هنط على 5 مارس. 5 مارس صدر فيه سواء قبل 5 مارس حصل قانون كده، قصدي حصل موقف. هقول بسرعه قوي، محمد نجيب قدم استقالته. قدم استقالته لانه بقى شايف القرارات بتصدر باسمه، وهو مش عايز، هو مالوش ايد فيها، لان هو فعليا مش هو المسؤول يعني، مش هو الشخص اللي بياخد القرار، هو فيه بالاغلبيه مش عايز اسمه يبقى اسوشيتد مع العك ده، هو معتبره عك. فقدم استقالته. عبد الناصر شاف ان استقاله محمد نجيب ولما قدم استقالته كان في مظاهرات كتير في البلد، فقامت المظاهرات تطالب بعوده محمد نجيب. وعبد الناصر شاف ان استقاله محمد نجيب فيها خطوره شديده على استمراريه الثوره وعلى ضباط الاحرار. وكان وقتها الملك، اعتقد الملك سعود، كان في زياره لمصر، وحصل كده لقاء معين بين الملك سعود عبد الحكيم عامر مع عبد الناصر ومحمد نجيب، واقنعوا الثلاثه، اقنعوا محمد نجيب انه يرجع، انه يسحب استقالته ويرجع. وده اللي حصل، رجع فعلا. بس لما رجع، هي دي بقى 5 مارس اللي عايزه اتكلم فيها شويه، رجع على اساس انه في قرارات معينه لازم تتاخد ويتم تنفيذها ويتم الالتزام بيها، بس بيسميها يفضل ريفيرس تو ات از قرارات 5 مارس. طبعا قرارات 5 مارس هي هتترمي في الزباله بعد كده، بس اهميتها فانها كانت للاسف انا الورق اتلخبط قدامي. هي كان فيها طبعا انه لازم لجنه الدستور تنتهي في أسرع وقت ممكن، ولازم البرلمان، الانتخابات البرلمانية ما تتأخرش عن تاريخ معين، ولازم كذا وكذا وكذا. القرارات دي كان فيها يعني تون صرامة يعني، وحسم للموضوع. وهو بيقول أنا رجعت عشان كده، أنا رجعت بسبب كده. على الرغم من كده برضو القرارات دي ما اتنفذتش، وفضلنا فترة كده برضو في تنشن. طبعا دلوقتي بقى التنشن كبر ما بين عبد الناصر وشيلته وما بين محمد نجيب، ويمكن كمان واحد تاني ولا بس محمد نجيب تقريبا. كان في انقسام وقتها بس مش فاكره مين من ضباط الاحرار كان واقف معاه، لكن بقى في فصل. نعم، خالد محي الدين. محي الدين، ايوه صح، محي الدين محي الدين، زكريا محي الدين وخالد محي الدين. خالد محي الدين كان معاه. خالد محي الدين، ايوه صح. احنا قلنا القرارات دي 5 مارس. 20 مارس حصل انفجارات في اماكن متفرقه في القاهره، في السكه الحديد وفي الجامعه وفي كذا مكان. بيقول ان دي كانت بتدبير جماعه عبد الناصر لاثبات ان الامن غير مستقر في البلاد، وانه لازم البلد تعود لحاله يعني هي بنسميها غير اعتياديه، يعني زي ما تقول حاله طوارئ، بس هو ما استخدمش كلمه طوارئ. ففضل يدي امثله على حاجات كانوا بيحاولوا بيها يمططوا الفتره الانتقاليه، او يعني يفضلوا في الحاله دي اللي هو بنسميها غير اعتياديه. واحده فيهم كانت المرتضى في 20 مارس. و 20 مارس استخدمت لتمطيط قرارات 5 مارس، يعني استخدمت كذريعه او كحجه. 25 مارس كان في لقاء لمجلس قياده الثوره، طلع فيه واحد اسمه عبد اللطيف بغدادي وقال انا اقترح الغاء قرارات 5 مارس كلها مره واحده. غيره قال له لا ما ينفعش نلغيها، احنا لازم نلتزم بيها، مش عارف ايه، بس خلينا نغير فيها، نعمل تويكس، نحط قيود واستثناءات وتغييرات. فبقول انا كنت قاعد ساكت بتفرج على اللي بيحصل، وحسيت ان هم عايزين نفس الكلام اللي قلناه من شويه، انهم يحاولوا يتجنبوا القرارات دي تنفذ باي طريقه. بدا الاحساس الخوف يتسرب. بعدين حصل حاجه غريبه، وقرروا الافراج عن مصطفى النحاس وعن حسن الهذيبي المرشد العام للاخوان المسلمين وقتها، والسماح للاحزاب بالعوده. ده كان اعتقد هو نفسه 25 مارس. هو مين كان قبض على النحاس والهذيب؟ ولا الملك؟ لما قلنا في الفتره اللي حصل فيها اعتقالات سياسيه، حل الاحزاب، حل فيها الاحزاب، لا
مش الملك، مش الملك، مجلس قيادة الثورة. أنا ما قلتهاش فعلا، بس هما كان القبض وقتها على النحاس والهبيبي. بس الناس مؤيدين لحل الأحزاب ومعارضين لحل الأحزاب. دلوقتي رجع مصطفى النحاس والهبيبي دلوقتي مفرج عنهم، بس كان في بلبلة. هو بيقول قرارات 25 مارس، مش بقى 5 مارس، قرارات 25 كان ظاهرة ديمقراطية، بس هي ادت إلى فتنة، فهو شايف إنها كانت خطة مدبرة. بيقول كان حصل انقسام وقتها بين مؤيد ومعارض. بيقول بالنسبة لمن يمكن أن نسميهم بالمثقفين، بين قوسين نقابة المحامين، نقابة الصحفيين، أساتذة الجامعة، هيئة التدريس، بيقول دول كانوا مع الديمقراطية ومع الحياة النيابية وضد أعضاء المجلس، مجلس قيادة الثورة، بعد أن اكتشفوا أنهم أيدوا انقلاباً عسكرياً أهدر الديمقراطية إلى الأبد، وبالتالي كان عداؤهم حاسماً لمجلس قيادة الثورة، وقد دفعوا ثمن هذا الموقف وما زالوا يدفعون. فأنا عجبتني الكلمة دي. كده اللي اتكلمنا عنه دلوقتي سماه أزمة مارس. ليه رجعوا الأحزاب تاني؟ لا، ده اللي هو لقاء 25 مارس محمد نجيب بيفسره لأنه هو كان خدعة. هو بيقول القرارات اللي طلعت بعد 25 مارس كان ظاهرها إن إحنا عايزين فعلا نمشي بطريق ديمقراطي، يلا نرجع كل الأحزاب. بس بيقول ده أثار مخاوف الناس اللي كانت خايفة من الأحزاب أيام الملك فاروق الفاسدة ترجع، حال الفساد السياسي يرجع. بدأت الناس تنقسم، في المؤيد وفي المعارض. هم قعدوا يتفرجوا وما نفذوش، هم يتفرجوا على حالة الانقسام بتحصل، الناس بتقول اه، ناس بتقول لا. بس هو بيقول اللي هو بيسميه قرار كان خديعة. هو بيقول ما كانش رغبة منهم في إثراء الحياة الديمقراطية وعودة الحياة النيابية، وقال كان بس منظر. معلش مش ده بقى عشان نجيب، يعني هو كان رجع عشان يرجع حجمه في محمد نجيب في سهل اكلم سبحان. هو كده مع العك كده كله الملك ما فكرش يرجع بقى اي حاجه. سؤال هنا مش ينقلب على الثوره دي، الملك مش موجود اصلا، يعني هو يعني قصدي ما كانش في اي محاولات ولا اي حاجه او مين متنازع عن عرش ابنه، هو كان صغير يعني بعد كده خلاص بقى الجمهوريه خلاص ما بقاش موجود. بس ليه كان يقال في الثوره حالات هو ما نتكلمش عنه خالص خلال الفترة دي كلها، واتكلم عنه في الآخر لما هو اتعزل بقى يقرر نفسه بالملك. هو يوم الثورة كان فين؟ محمد نجيب كان في بيته وكان عايز ان هو يطلع بنفسه، بس وقتها كان متراقب، فقالوا له بما انك متراقب فخروجك من بيتك خطر. وكان موجود خدعة عشان لأنه مفيش حاجة هتحصل لو بتاع قعد في بيته. بس جاله اتصالات وهو قاعد في بيته، الناس بيقولوا له وقف اللي انت بتعمله ده. هو مش عامل حاجه، قاعد في البيت. هو قال لهم يا جد بالظبط. انا مش عارف بتتكلموا عن ايه. بيقول في جزء من الضباط بقى مش من الضباط الاحرار، كان بيتفرج على اللي بيعملوه الضباط الاحرار وكانوا شايفين ان دول يعني كارثه على البلد. في منهم ناس التقوا مع محمد نجيب وقالوا له احنا مستعدين نتحرك ضد مجلس قياده الثوره لو انت هتساعدنا. بس هو بيقول انا بعد افكر بيني وبين نفسي وقلت ده معناه تناطح الجيش ومعناه ممكن يؤدي لحرب اهليه. وبيقول انا حتى سالت نفسي بعد كده ماذا لو انتصر اولئك الضباط، هم الضباط اللي عايزين ينقلبوا على المنقلبين. بيقول هيحصل ايه لو انتصروا؟ هل يقبلون هم كمان بالعوده فورا الى السكنات ولا لا؟ فبيقول المشكله كلها تتركز في فكره الانقلاب العسكري، في تحريك قوات الجيش لتغيير الامور تحت تهديد السلاح. هذا العمل، ده كلمات محمد نجيب، هذا العمل في حد ذاته حتى لو تم تحت أعظم الشعارات التي يتبناها الشعب لابد وأن ينتهي إلى فرض إرادة الجيش على السلطة وانتهاء الديمقراطية وبدء عهد جديد من الدكتاتورية العسكرية. فرفض محمد نجيب فكرة، حتى مجرد فكرة الانقلاب على مجلس قيادة الثورة. وزي ما أقول لك في حالة انقسام في البلد، فبيتكلم تاني على الناس اللي كانت مؤيدة لعودة الحياة الديمقراطية زي نقابة المحامين واتحادات الطلبة، وكان في ظهر مظاهرات أياميها برضه في بعض الجامعات.
مش عارفة نط على 15 ابريل، فبعد شهر من الاحداث دي بيقول بدأ عبد الناصر في تصفية حساباته مع الجميع. انا مش فاكرة بالظبط اللي حصل ما بين البلدي وما بين 15 ابريل، بس اعتقد انها بس استمرارية في نفس الهاث ده، ومنفذوش المقررات 25 من مارس، بل طلعوا مجلس قيادة الثورة طلع قرارات منها تطهير الصحافة، وده كان معناه translates to حل مجلس نقابة الصحفيين، ومنح سلطات للمسؤولين في جامعات لضمان استمرار الدراسة والبحث في قانون حماية الثورة. قانون حماية الثورة ده زي قانون العزل السياسي، عزل أي حد كان مشترك في منصب وزاري من سنة 43 لسنة 52، وده بناء عليه منع ناس كتير، يعني ناس من الوفد وناس من الأحزاب كتير من ممارسة الحقوق السياسية. دي آخر صفحة. بعدين بيسرد بقى بعد كده، احنا قلنا ده ابريل، بيقول في مايو استمرت الاعتقالات واعتقل 252 شيوعي لغاية ما وصلنا لأكتوبر، حادثة المنشية وكل اللي جبناها كانت مدبرة. كان عبد الناصر بيحاول يحول نفسه لبطل شعبي، وكان لسه موجود ساعة المنشية أكتوبر، كان هو مازال موجود بالظبط، شال بعد حادثة المنشية على طول أكتوبر. أكتوبر كان هو مازال موجود، بس في الفترة دي ما تمش حاجة من اللي اتكلمنا عنهم، إلا يمكن لجنة الـ50 أعتقد في أغسطس قبلها بشهرين طلعت الأوتكمز بتاعتها. بيقول كان عبد الناصر بقى بيحاول يتخلص من القوة الوحيدة اللي باقية على الساحة وهي الإخوان في دبر حادثة المنشية، وحاكم 867 من الإخوان، وعدد منهم 7 منهم القدر عودة. و 14 نوفمبر جاله حد في البيت، 54 جاله حد في البيت وقال له إن مجلس قيادة الثورة قرر إعفائكم من منصب رئيس الجمهورية. وخدمه هو وأسرته وثلاث شنط، سمحوا له بثلاث شنط، يقول أنا خرجت حامل المصحف بيدي وراح لفيلا في راح لفيلا ينفع نشيلها من البازيل. قالوا له لن تزيد إقامتك عن بضعة أيام، لكن إقامتي هناك استمرت من نوفمبر 54 حتى أكتوبر 83، وكان ممنوع إنه يدخل أي حد يزوره لغاية أيام أنور السادات. السادات خفف عنه شوية الموضوع ده وسمح له بالزيارات أعتقد، أو أطلق سراقه. فضل قاعد في البيت بس، صراحه بس فضل قاعد في الفيلا لغايه وبس. متهيألي في تفاصيل تانية، يعني في نهاية الكتاب عمل تشابتر كامل عن مصر والسودان، وتشابتر كامل عن حرب 48، وتشابتر كامل عن التغير الاجتماعي في مصر، سماه كده التغير الاجتماعي في مصر، عن التغير الاجتماعي اللي حصل في فترة الستينات اللي هو كان طبعا بيراقبها بس مجرد الجرايد، يعني اتفرج على الجرايد وكده، وعلق على قوانين بقى، قانون الاستصلاح الزراعي، قوانين توزيع إعادة توزيع الثروة، علق على بناء السد العالي، علق على قرارات النقل من الزراعة للصناعة، علق على الحاجات دي في تشابتر تاني لوحده يعني اسمه التغير الاجتماعي في مصر. بس متهيألي ده ممكن نتكلم عنه في المناقشة أو في حلقة تانية، بس كفاية أوي كده. شكرا.